يسرى لاجئة يمنية عمرها 5 سنوات، اقتحم السرطان حياتها دون استئذان، فكم حزنت والدتها وهي ترى حالة ابنتها تسوء، وهي تراقب آثار الحرب وسوء التغذية وغياب الوعي والرعاية الصحية في منطقتها. مع مرور الوقت وعدم توفر العلاج، كادت يسرى أن تفقد بصرها، واقتربت من خطر انتشار المرض في جسدها. لو كانوا يعني يقولوا لي هي تائبة وكذا، يقولوا لي يعني بتكشف عليها، أنت ممكن تتبرعي لها، بأن يمكن أنني أعطيها ذكاء عيني. وبفضل أموال الزكاة التي قدمها أهل الخير لمركز الحسين للسرطان، استطعنا انتشال هذه الصغيرة من قلب المعاناة، واحتضنها أطباؤنا وأكدوا أن حالتها قابلة للشفاء. وقد أجريت لها عملية دقيقة ونجحت بحمد الله. بدأت رحلة يسرى نحو الشفاء، لكن قوائم مركز الحسين للسرطان تتضمن 80 مريض سرطان شهريا من مختلف الدول العربية بانتظار دعمكم. زكاتكم حياتهم.